يا ابن اللعيبه يا ابراهيم، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعه دي يا ابني؟ ايه الاهداف دي؟ ده احنا بقى لنا سنين ما شفناش اهداف زي دي من نص الملعب وشوطه، يعني ايه دي؟ ايه دي التركيز؟ وبص يعني الرؤيه والنشال لمح الجون والتصويب وسرعه اتخاذ القرار، حاجه كده يعني جميل جدا يا ابراهيم عادل بصراحه. من يوم ما كان في اولمبياد باريس وانا بتكلم عن اللاعب ده بشكل كويس جدا، لانه بصراحه مستقبل كبير للكره المصريه بكل المقاييس بكل المقاييس. وزعلت جدا لما خرج للاحتراف، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، حصل الحوارات اللي حصلت مع بيراميدز ورجع تاني من يعني رحلته الاحترافيه اللي ما بداتش اصلا، ولكن ان شاء الله باذن الله يخرج. ده بقى في يناير القادم، سيبوه يا بيراميدز بقى، سيبوه يتخرجوه يتودوه الاهلي، يعني بصراحه يعني مع احترامنا لبيراميدز، ولكن لا، لعيب عالي جدا، لعيب فعلا هيكون اضافه لمنتخب مصر فيما هو قادم، وده اتكلمنا عليه بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه اللي عاوز اكلمك عليها وسريعا، حسام حسن زي ما بيطلع ننتقده في حاجات، زي ما بنطلع نقول ونعيد ونزيد، برضه لازم تطلع تديله حقه. انت النهارده منتخب مصر 4 متوشه باربع فوز يعني ب 12 نقطه بيتاهل، ما بنخش بقى في حزبه بيرما وتفاصيله والمش عارف ايه. هتقول لي يا عم ده منتخبات ضعيفه، هتقول لي مش عارف ايه، افريقيا فيها وفيها، واحنا عارفين ما الضعاف دول ما يجيش، يعني احنا كنا بنعاني قدامهم، واثيوبيا ولا اسمها ايه دي كانت شاهده يعني من قريب اتغلبنا منها، ويعني كنا بنعمل كان لنا ضربات ومواقف بصراحه رخمه جدا. لكن انت النهارده بتفوز في 4 مباريات، بتتاهل باريحيه كبيره جدا عن المجموعه، وخلاص الدنيا حلوه وفكه ولذيذه، فلازم ندي الناس حقها، لازم ندي للكابتن حسام حسن حقه زي ما بنطلع ننتقده، زي ما بقول لك لازم نطلع نشيد بيه وعلى ادائه وعلى الروح. ممكن تختلف النهارده مثلا، مفيش فنيات، يعني ماتش النهارده مفيش فنيات ومعاه كل العذر واللعيبه معاها كل العذر، ويمكن الراجل قال ده قبل ما يروح. لو بصيت لتصريحات حسام حسن بعد مباراة الذهاب اللي كانت هنا في مصر واتكلم والكلام ده كله، قال لك ان افريقيا ما فيهاش الكلام ده، وانا لو رحت بره يعني لو ما كسبتش ما اخسرش، يعني الراجل رايح بيلعب على النقطتين، يا المكسب يا التعادل. وفعلا النهارده كان بيدافع يعني بشكل كبير، وكان بيلعب على الهجمات المرتده الى ان جاءت الهدف، وخلاص على كده انا يعني يهمني اللدع. هو في الدقيقه كام قبل الماتش ما يخلص على طول، في الدقيقه 80 تقريبا او 85، ايه اللدعه والقاضيه بقى وخلاص خلاص يا معلم بالشفة، يعني النهارده انت عملت اللي عليك، والراجل ده كان فكره ونزل طبقه، فاذا انت ليك فكر بتطبقه، ليك هدف رايح له، دي حاجه مهمه جدا. مهم ان انا ما بلعبش بعشوائيه مع المنتخبات دي، خاصه ان هم لعبهم زي ما انت شايف موريتانيا، مع احترامنا ليهم لما كانوا في مصر او حتى هناك عندهم في ارضهم، بالرغم من الملعب والارضيه يعني اللي تعبانه جدا، نجيل صناعي يعني خلاص يا جدعان الموضوع ده ايه ده، ما انا مش عارف الاتحاد الافريقي لحد امتى هيفضل صابر على موضوع النجيل الصناعي ده، يعني لازم يعني يبقى في حاجه افضل من كده، لازم اصرف على الاتحادات دي، اديهم خلي في ملاعب، خاصه للمنتخبات. انت بتشوف لعيبه في افريقيا كتيره جدا محترفه بره، ويعني بملايين بل مليارات، يعني انت لازم تعتني باللعيبه وبالارضيه اكتر من كده بكتير، ما نشوفش المناظر دي اكيد تاني، خاصه لو انت عايز تنهض بالقاره الافريقيه والمناجم اللي فيها من لاعبين كبار جدا. ولكن خلينا نرجع لحسام حسن وادائه الكبير مع المنتخب، بنقول له الف مبروك، يستاهل التحيه، زي ما بنطلع ننتقد لازم نطلع نشيد، وهنا لازم ما فيش حد بقى يقول لك اصل اهلاوي وزملكاوي، اللعيبه يا جماعه اللي داخل المنتخب الوطني ايا كان انتمائه ايه، هو لابس تيشيرت المنتخب الوطني، فلازم تشجعه على اساس ان هو لاعب منتخب مصر فقط. سيبك بقى من الانتماءات، خلينا نتكلم. انا طالع النهارده اهو بشيب بمين؟ بلاعب بيراميدز اللي هو يعني الاد منافس الاهلي، يعني حاجه انتوا عارفين الكلام، ولكن لازم تدي ناس حقها، لازم اللاعب زي ده تشيد بيه، لانه في الاخر لابس تيشيرت منتخب مصر ومتالق بتيشيرت منتخب مصر، سواء في المنتخب الاولمبي او حتى في الشباب لما كان موجود، وهو مع المنتخب الكبير بيأدي ومازال يؤدي، وكل ما بينزل بيكون له تاثير كبير. فلازما كل الدعم لمنتخب مصر، والف الف مبروك التاهل، الف مبروك للكابتن حسام حسن واللعيبه، وان شاء الله باذن الله القادم افضل لمنتخب مصر، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.